نراجع مره ثانيه. ايش الاس بلين؟ اللي هو ايش اسمه؟ سميناها الفريكونسي؟ لا سميناها شيء. اي فريكونسي؟ لا ايش سمينا الاس؟ ترانسفرنس. لها اسم، مش فريك، مش بس فريكونسي. زيرو كومبلكس فريكونسي. احنا عاده الفريكونسي لما بنقول فريكونسي بالحياه اليوميه على ايش بنحكي؟ نحكي عاده عن اف او اوميجا. مضبوط. اف او اوميجا ايش وحده اف؟ هرتز. ايش وحده اوميجا؟ راديانز بير سكند. هاي فريكونسي عاديه. الفريكونسي العادية اللي بمثلها إذا عندي ساينوسويدال بحكي هاي الساينوسويدال، مش هيك؟ بس احنا وسعنا مفهوم الفريكونسي، صرنا نعرف الفريكونسي بشكل أوسع من هيك. ايش دخلنا على الفريكونسي بالإضافة لهاي؟ كيف إذا شو اختلف شكل هاي الويف فورم لما دخلنا الكومبلكس فريكونسي؟ كيف صار ممكن تكون هاي الويف فورم؟ صار تمام، صار ممكن هاي الفريكونسي بشكل عام تكون هيك. وهاي لها كومبلكس فريكونسي اس، ليش؟ ايش اختلفت هاي عن هاي؟ صار في ديكي، صار في الاكسبونشن، فصارت هذه صرنا نسميها اي تو ذا سيجما تي مضروبه في اي تو ذا جي اوميجا. مضبوط. واي جي اوميجا تي شو بتساوي؟ احنا بنعرف اي تو ذا جي ثيتا شو بتساوي؟ ماينس كوساين ثيتا كوساين اوميجا تي، مش هيك؟ هاف هاف كوساين اوميجا تي بلس هاف جي ساين اوميجا تي، مش هيك؟ بس هاي شو بتمثل الاي تو ذا سيجما تي؟ اذا كان سيجما ايش؟ نيجاتيف. واذا كانت سيجما بوزيتيف شو بيمثل؟ جروب. مظبوط. اذا احنا هون قلنا الفريكونسيز خصوصا في السيستمز، مش بس بالسيجنالز، بالكوميونيكيشن عاده، بالكوميونيكيشن سيستمز بس بيكتفوا بهذا. بالسيستمز لما بندخل على الكنترول سيستمز ايش بصير مني كمان؟ بصير مني الديكي والاكسبرينشال جروث. فدخلنا تيرم جديد، لما هدول احطهم زي هيك شو بقدر اعمل الان؟ بقدر اقول اي سيجما بلس جي اوميجا في تي. شو صارت الفريكونسي الجديده اذا هاي؟ سيجما بلس جي اوميجا، سيجما ايش اعطاني؟ اعطاني الديكي والجروث، وجي اوميجا شو اعطاني؟ اعطاني الساينوسويد، مش هيك؟ فهذه سميناها اي تو ذا اس تي، فاس مش فريكونسي، اس كومبلكس فريكونسي. كومبلكس فريكونسي لانها صارت عباره عن كومبلكس نمبر. هلا احنا بنعرف كيف نمثل بول، هذا صار بول او هذا صارت فريكونسي على الدومين، بعده فريكونسي مضروبه في تي، فصار عندي الاس بلين، كومبلكس فريكونسي بلين، بقدر امثل عليه اي فريكونسي بدي اياها، الفريكونسي بتمثل كايش؟ كنقطة. اي مكان هون رح تمثل عندي كنقطة، فإذا هون اجيت على هاي النقطة هاي بتمثل فريكونسي لأنه هاي الجي أوميجا وهي السيجما، مش هيك؟ قديش الجي اوميجا بالحاله هاي وقديش اوميجا بالحاله هاي؟ زيرو. هي الاكسس زيرو، مش هيك؟ اذا هاي مكونه بس من سيجما، والسيجما قديش قيمتها؟ نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ نيجاتيف. نيجاتيف، اذا هذه هون نيجاتيف فاليو اوف سيجما اللي هي السيجنال نفسها رح تكون اي تو ذا ماينس سيجما تي، سيجما تي كرقم، هذا بس ديكاينج اكسبوننشال رح يكون، وهون عندي جروينج اكسبوننشال. لو جيت اخذت رقم هون شو راح يكون؟ لو جيت اخذت فريكونسي هون، طبعا ما بقدرش احط بس فريكونسي هون لحالها، ايش لازم احط معها؟ لازم يكون معها واحد ثاني منهم. بتعرفوا ليش؟ ليش هذا؟ ليش لازم احط الاثنين هذول مع بعض؟ في اويلرز ايدنتيتي. ليش لازم احط هذا هون وهذا هون؟ ما بقدرش احط واحد منهم لحاله. طيب خلينا نبسطها شوي، لو جيت انا حطيت الفريكونسي هون هيك وهيك، هاي شو بتمثل؟ قديش سيجما هون؟ زيرو. زيرو. شو معنى زيرو؟ اي تو ذا زيرو تي. اي تو ذا زيرو تي شو بتساوي؟ واحد. ايش يعني؟ يعني انه هذا لا بيكبر ولا بيصغر. مظبوط؟ بضل ساينوسويدال، مش هيك؟ اذا هاي شو بتمثل هلا هون؟ هدول الاثنين شو بيمثلوا؟ واحد. هدول بيمثلوا اي تو ذا جي جي اوميجا تي ماينس اي تو ذا ماينس جي اوميجا تي، مظبوط؟ واحنا قلنا هدول الاثنين لما بلفوا شو بيعملوا؟ شو بينتج عنهم؟ مش كوساين؟ كوساين. شو قلنا هذا هيك وهذا هيك، هدول بنشا عنهم كوساين، فهدول الاثنين ضروريين حتى ينشا عندي كوساين، فبصير عندي هلا هذه اي تو ذا جي اوميجا تي، هاي بتمثل لانه في اي تو ذا ماينس جي اوميجا تي، مش هاي اي تو ذا جي اوميجا تي وهاي اي تو ذا ماينس جي اوميجا تي، ايش نتج عنهم؟ ساينوسويدال سيجنال. إذا احنا بشكل عام بإمكاننا نمثل الكومبلكس فريكونسيز على الكومبلكس فريكونسي دومين اس، وأي فريكونسي بحطها هناك هي
اس وصارت عندي هون بقدر احط فريكونسيز كثيره. وشو بعدين شفتوا في الكنترول سيستمز صرنا نقدر نحدد اشياء كثيره. ايش احد التولز اللي بقدر استخدمها على الكومبلكس فريكونسي دومين حتى احل؟ جرافيكال ميثود البودي. لا البودي فلوت هذاك شكل ثاني. هذا ايش هون في تولز بستخدمها على الاس دومين حتى احل؟ شو اسمه؟ روت لوكس. روت لوكس احسنت شكرا. روت لوكس احد التولز اللي بنستخدمها ندرس الروت لوكس ميثود. الروت لوكس ميثود هي احد التولز بستخدمها على الاس دومين. برسم مسار ايش؟ ايش اللي بتحركه عندي على الروت لوكس؟ البولز الكلوز لوب بولز بكون دقيق. لما بغير ايش؟ لما بغير كي اللي هي. طيب اذا الان بدنا نعمل مابينج من هون على الزد دومين او الزد بلين. الزد بلين كمان راح يكون فيه ريل وكومبلكس او ريل وايماجين عشان يكون عندي الارقام. بس راح نعمل احنا ترانسفورميشن البول. كل بول موجود هون بقدر الاقي له مكان على هذا الاكسس من هون. لما بنعمل ترانسفورميشن اخذتوا ترانسفورميشنز قبل هيك. انا ممكن اعمل ترانسفورميشن مثلا ممكن يكون عندي خليني افترض هذا هون عندي اكس وهذا واي وهذا عندي اكس داش وهذا هون واي داش. مرت عليكم ترانسفورميشن اخذتوها اخذتوا في الكالكولس والرياضيات كيف ممكن اعمل روتيشن للبلين؟ ما مرت عليك؟ مرت عليكم؟ شوفوا ايش ممكن اعمل. لو عندي مستطيل هون ولو عملت ترانسفورميشن هون من اكس، اكس بتروح على 3x واي بتروح على 3y. يعني اكس داش بتساوي 3x واي داش بتساوي 3y. هذا مستطيل شو راح يصير فيه هون؟ راح يزيدك 3x. يعني كاني ايش بعمل فيه؟ شفت يعني بدي امطه. لا لا مش شفت، راح امطه مط مش هيك، راح امطه وراح يعملها شفت مظبوط. هاي راح نعملها شفت مقدار 3 وطوله نفسه راح يزيد بثلاث اضعاف. يعني لو كانت هذه واحد وهاي واحد وين راح تصير الزاويه هون؟ 3 تصير 3 3 مش هيك؟ اذا هاي راح تصير 3 وهاي راح تصير. هاي مين راح تكون هون؟ هاي النقطه اللي هي وين؟ هاي النقطه. وهاي لو كانت مثلا هذه واحد اثنين نفترض هاي كانت 3 3 في 3 وين راح تروح النقطه هاي؟ على 9 تقريبا هون هون. بس الواي كمان راح يزيد عندي هون. راح يصير عندي الواي هذا صار 3 من هون المستطيل. اذا هذا المستطيل وين صار؟ وين تحول في الترانسفورميشن هاي؟ كل نقطه على هذا المستطيل تحولت لنقطه جديده على هذا المستطيل. هذا شو بنسميه؟ مابينج او ترانسفورميشن. يعني انا حولت المكان هذا لمكان جديد هون، والنقطة اللي كانت موجودة هون وين صارت؟ صارت هون. والنقطة اللي كانت موجودة هون تحولت لنقطة جديدة هون. هذا طبعا مستعمل كثير المابينج او الترانسفورميشن. هاي العملية بنسميها مابينج. انا عملت مابينج لاريا لمابينج وشو الترانسفورميشن عندي؟ وهي ممكن كان استخدم انا ماتريكس حتى اعمل الترانسفورميشن. كان ممكن احط زي هيك اكس واي 3 3 بتساوي اخذتوا هاي الاشياء. هاي عم تعمل ترانسفورميشن علينا. عم بضرب هون اكس في 3 او مش مضبوطه هاي لازم نعملها. اكس في 3 بتعطيني اكس داش وواي في 3 بتعطيني واي داش. حتى هذه غلط يمكن ولا مضبوطه؟ لا مضبوطه هيك مضبوطه هيك بتعدي قبلها. فانا بعمل ترانسفورميشن عمالي على هاي الاريا وبتيجي عندي على اريا جديده. نفس الشيء راح نعمل في الاس بلين حتى احوله للزد بلين. نتذكر الزد شو بتساوي؟ زد قلنا حطيناها بتساوي اي تو ذا اس تي، ولذلك كنا نقول زد ماينس 1 بتساوي اي تو ذا ماينس اس تي. تي هون ايش بتمثل؟ سامبلينج تايم. اذا تي هي السامبلينج تايم. سامبلينج تايم ان سكندز. فانا بحول زد. هذا هون صار السيرفس الجديد اللي راح احط عليه قيمه زد، وكل زد هون كل نقطه هون راح تتناسب مع نقطه هناك. خليني اوسع هاي راح اقول اي وتي طبعا راح تكون كونستنت لسيستم معين. اذا ثبتت السامبلينج تايم راح تكون اي كونستنت لسيستم معين. فهذه راح تصير زد بتساوي اي سيجما تي زائد جي اوميجا كابيتال تي.
وتساوي. مش بصير احطها هاي بهذا الشكل، هاي مضبوط، هذول الاثنين متساويين. لما بضرب رقمين مرفوعين لاسس ما بجمع الاسس، مش هيك؟ يعني 10 للقوة 5 مضروبة في 10 للقوة 2 شو بتساوي؟ 10 للقوة 5 زائد 2 مضبوط؟ إذا مضبوط بقدر أعمله هيك. إذا هون أخذت سيجما تي بلس جي أوميجا تي أعطتني هاي. قديش ال 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 إي تو ذا جي أوميجا تي قديش الطول تبعها؟ بدنا نفكر فيها، قديش إي تو ذا جي أوميجا تي شو بتساوي؟ بتساوي كوساين ثيتا بلس جي ساين ثيتا مضبوط؟ هذا شو بيمثل؟ بس تغير قيمة ثيتا، هذا دائما ايش بكون؟ واحد طول، مش هيك؟ هاي كوساين ثيتا وهاي ساين ثيتا مضبوط؟ لو تحرك هذا شوي شو بصير عندي؟ بضل طوله واحد، بضل دائما هذا كوساين ثيتا وساين ثيتا. إذا هذا قديش الماجنتيود تبعه؟ مش هذا بيساوي الماجنتيود تبع هاد؟ ليش الماجنتيود تبع هاد؟ واحد. لأنه هذا بيساوي كوساين سكوير ثيتا زائد ساين سكوير ثيتا ويساوي دائما واحد. إذا كماجنتيود كطول هذا دائما بيساوي واحد. الطول تبع هذا على ايش بيعتمد إذا؟ على قيمة سيجما. إذا سيجما كانت زيرو قديش بتكون هاي؟ إي سيجما تي شو بتساوي لما سيجما تكون زيرو؟ واحد. وشو بيساوي اي تو ذا سيجما تي لما سيجما تكون اقل من زيرو؟ نيجاتيف. لما تكون سيجما نيجاتيف شو بيصير هذا؟ اقل من. لما برفع اي لرقم نيجاتيف شو يعني؟ اي شيء لما برفع لرقم نيجاتيف بيصغر، بصيروا اصغر من واحد. اذا هاي بتكون اقل من واحد، هاي سيجما بتساوي زيرو. واي تو ذا سيجما اي تو ذا سيجما تي أكبر من واحد لما إيش؟ لما سيجما أكبر من زيرو. واضحة هاي النقطة إيش؟ أي شيء برفع للقوة زيرو شو بعطيني؟ واحد. أي شيء برفع للقوة أكبر من واحد شو بصير؟ أكثر زيرو. شو بدي؟ وأي أي أي شيء برفع للقوة أكثر، عفوا، أي شيء برفع للقوة بوزيتيف بزيد عندي، وأي شيء برفع للقوة نيجاتيف بصير أصغر من واحد. إذا واحد هي هاي النقطة اللي موجودة هون. اي تو ذا سيجما، وين سيجما هون بتساوي زيرو؟ هذا كل هذا الخط سيجما بتساوي زيرو فيه مضبوط؟ سيجما قديش هناك؟ بوزيتيف. هون سيجما؟ نيجاتيف. إذا شو بتوقع الآن هلا لو فكر مثلا بركز بس نفكر بهذا الخط، بس هذا الخط من هون، إذا سيجما بتساوي زيرو، إذا زد شو بتساوي؟ يعني وين؟ سيجما بتساوي زيرو. انا هلا بدي اعمل مابينج لخط، قبل شوي احنا عملنا مابينج لايش؟ مستطيل، وحطيناه على مستطيل جديد في مكان ثاني. انا بدي الاقي هذا الخط، هذا الخط كله بدي اشوفه وين بيجي عندي هون. فراح اقول لما سيجما بتساوي زيرو شو بتصير زد بتساوي؟ اي تو ذا زيرو مضروبه في اي تو ذا جي اوميجا تي، مضبوط؟ صح؟ اذا هاي شو بتساوي؟ اي تو ذا زيرو شو بتساوي؟ واحد. اذا زد بتساوي جي اوميجا تي لما سيجما بتساوي زيرو. بس اذا زد بتساوي اي جي اوميجا تي قديش طول هلا زد؟ واحد. مضبوط. وين المكان هون اللي كله كل زد راح يكون طوله واحد؟ يعني بغض النظر عن اوميجا تي، لانه هذا شو بيساوي؟ بيساوي واحد على اوميجا تي، اذا بدي احول لكومبلكس نمبر. مضبوط. طوله واحد والزاوية تبعته اوميجا تي، اوميجا تي ما هي بتصير ثيتا، كانها ثيتا. فهون بغض النظر وين كنت على هذا الخط من بلس او ماينس، رح يبدا يتحرك عندي الخط من هون ورح يضل يزيد، بس رح يضل طوله واحد. ولما بكون هون رح يبدا من هذه النقطة اللي هو النيجاتيف اللي موجود تحت هون. إذا هون زد دائما طولها يكون طولها واحد. إذا الخط هذاك اللي هو الاكسس الايماجينري اكسس وين راح يصير هون؟ لما هاي زيرو بنفس الخط ايش راح تصير؟ لما تكون اوميجا تي زيرو شو راح تصير هاي؟ واحد زيرو. واحد زيرو وين موجود هون؟ مش هذا هو؟ مش هذا واحد زيرو طوله واحد وزاويته قديش؟ زيرو. واحد و45 لما تصير هاي هون 45 درجة، إذا هذا واحد 45، هل هي بلس 45 ولا ناقص 45؟ بلس بلس. إذا بدها تكون somewhere هون، مضبوط؟
لما تصير هذه هون 90 91 قد وين راح تصير النقطة هاي؟ فكأنه هاي النقطة وين راحت؟ هون. هاي النقطة وينها؟ على هي الأوريجن. ناقص 45 لو كنت هون 1 ناقص 45 هاي النقطة وين راح تكون؟ بتكون هون. ولما مشيت هون ل 90 عند النقطة هاي راح تصير عندي في مكان ما هون. قديش بقدر اضل ماشي بالزاوية هاي؟ قديش هاي الزاوية؟ 180 ناقص 180 راح تكون في مكان ما هون. هلا بحكي شو هذا المكان بالضبط ناقص 180. طيب لو مشيت بوزيتيف بالزاوية قديش بقدر اوصل اكثر شيء؟ 180 زائد 180. اذا زائد 180 راح تكون مثلا هون. اذا هذا الخط من زائد 180 لزيرو لناقص 180 وين صار؟ هاي من زيرو ل 180 وينه؟ فوق. من النقطة هاي للنقطة هاي. ومن زيرو لناقص 180 من هاي النقطة لهاي النقطة. وهذا الخط كل قيم سيجما عليه قديش؟ واحد. سيجما زيرو. لأنه هذا هون القيمة زيرو. إذا إحنا عملنا مابينج طبعاً إشي غريب هون، عملنا مابينج لخط هي هذا الخط من هون هذا بلس هاي ماينس باي هون. هذا الخط عملنا له مابينج. هاي النقطة A وين راحت؟ هون. النقطة B هذه هون. النقطة C هون. النقطة D هون. والنقطة E. فعملنا مابينج خط من هون لهون. أنا عارف إنها غريبة، بدنا شوي شوي نمشي فيها بنفهمها بشكل أحسن.